بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأفاضل، مستمعينا الكرام، أسعد الله مساكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم ونجدد بكم التحية والترحيب من هنا، من أرضية هذا الميدان، ميدان المصير، ضمن تحديات هذا الانطلاق، انطلاقات السن الجذاع. ينطلق بحفظ الله تعالى ورعايته الشوط الثالث المخصص للجذاع البكار. إذن حضورنا الكريم مشاهدين الأفاضل، نهني صاحبين الأشواط الرئيسية. نعم، بن سلعان من تميز مع انطلاقة الذيبة في المركز الأول. نهني فهد بن محمد بن سعيد آل حنيتم المري على فوز الذيبة وتحقيقها بالشوط الرئيسي الأول. ونهني كذلك صاحب الشوط الرئيسي الأول المخصص للجذاع القعدان، عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي المري، والتهنية موصولة الحمد بن زيد الشراب من غاد في عملية التضمير. إذن حضورنا الكريم مشاهدين الأفاضل، ينطلق بحفظ بفضل الله تعالى ورعاية ثالث أشواط هذا المساء، مخصصا هذا الشوط للجذاع البكار، من مسافة 6 كيلومترات غررتها اللجنة المنظمة لهذا السن وهو سن الجذاع. نبدأ حضورنا الكريم مع صدارة الشوط ومع المركز الأول، الصدارة مع انطلاقة فرق العلي بن محسن بن راشد بن محسن بن نديلة، مع انطلاقات بن حبيبة وشعب عار بن حبيب الحاضر مع انطلاقة فرق مع المركز الأول، بينما الوصول والقدوم من بيان لمحمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري، من يقدم لنا بيان مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث شعار الرفادة حاضر مع انطلاقة بلشة عامر بن سعيد بن سعد الرفادة المري، يقدم لنا انطلاقة ووصول بلشة من تصل مع المركز الثالث، بينما الرابع المراكز الغدوم من شواهين مع حمد بن سالم بن محمد آل جهويل المري، من يقدم لنا انطلاقة شواهين في مستوى المركز الرابع، بينما بن جبران من يصل ويتقدم البطل البطل البطل، يصل البطل وشعار البطل الحاضر مع انطلاقة شكالة سالم بن جابر بن محسن بن جبران المري، من يقدم لنا شكالة مع المركز الخامس، هذا هو البطل يقدم لنا انطلاقة شكالة مع المركز الخامس. يا سلام، هذه هي المراكز الخمسة الأولى المنطلقة في هذا الشوط والباحثة كذلك عن الانجاز. نعم، وعن الناموس، الناموس المسائي في هذه الليلة. نعم، في هذا المساء، مساء المحلي الخامس للسن الجذاع الشوط الثالث. نعم مشاهدينا الافاضل، يحمل لنا اسماء قوية حاضرة لم يحن موعد دخولها خلف الخمس المراكز الاولى. اذا مشاهدينا الافاضل، مستمعينا الكرام، نعود والعودة احمد بعدما اتممنا النداء الاول للخمسة المراكز الأولى المنطلقة في هذا الشوط. نعود إلى فرق من تنطلق مع الصدارة مع المركز الأول، العلي بن محسن بن راشد بن محسن آل نديلة، من يقدم لنا انطلاقة فرق مع المركز الأول مع الصدارة مع البداية فرق، ولكن بن قريع يصل ويشكل الخطورة مع انطلاقة بيان لمحمد بن بخيت بن حمد بن قريع المري. والمركز الثالث شعار الرفادة الحاضر والمنطلق مع بلشة عامر بن سعيد بن سعد الرفادة المري، بينما الرابع المراكز شواهين لحمد بن سالم بن محمد آل جهويل المري، يقدم لنا شواهين مع رابع التحديات. أما المركز الخامس بن جبران، يا بن جبران، محبين هذا الشعار، نجومية هذا الشعار، يطالبونك بنقطة مسائية متميزة في هذا، نعم، في هذا الميدان، ميدان المصير. من تألق بالأشواط الرئيسية جابر
بن جبران من يقدمها لنا في عملية التضمير وإدارة كذلك التضمير مع خامس المراكز شكالة لسالم بن جابر بن محسن بن جبران المري من يقدم لنا شكالة. إذن مشاهدينا الأفاضل لن يتغير جديد من الأسماء الحاضرة والمنطلقة والشعارات اللامعة والباحثة عن الإنجاز عن الناموس المسائي المتميز، ولكن بن قريع ينطلق مع بيان مع الصدارة والمقدمة وفرق بن ديلة مع المركز الثاني مع نعم بن حبيبة من يقودها في عملية التضمير، بينما بن جبران البطل 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 يقدم لنا شكالة ويغير مع الصدارة مع المركز الأول السالم بن جابر بن محسن بن جبران المري من يقدم لنا شكالة من تغير مجريات الأمور لصالح وانتزاع ناموس هذا الشوط. هيا أيها المضمرين، هيا أيها الفطاحلة، المركز الثاني بيان بن قريع من تصل مع المركز الثاني، ولكن بن حبيبة مع انطلاقة فرق مع شعار نعم نعم وصلت هنا فرق من تصل مع المركز الثاني العلي بن محسن بن راشد بن محسن آل نديلة نعم بن حبيبة يقودها في عملية وإدارة التضمير. الرفادة واصل وغادم لا محالة مع انطلاقة بلشة من تصل وتندفع مع المركز الثالث الرابع المراكز بيان بن قريع غادمه مع المركز الرابع واصلة مع انطلاقة فاران بن عتيق البريدي. خامس المراكز هنا لك الوصول، وصلت الأسماء وصلت الشعارات. الله يا غند محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا فرق أو نعم الواصلة والمنطلقة غند لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي. نعم البروفيسور حاضر ومنطلق مع انطلاقة غند، ولكن بن جبران البطل 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 ينطلق ويغرد خارج السلب مع انطلاقة شكالة. شكالة يا بن جبران مع المركز الأول، الكيل الأخير الكيل المثير. أيها المضمرون الفطاحلة، أيها المضمرون الباحثين عن الإنجاز عن الناموس، البطل بن جبران ينطلق مع شكالة سالم بن جابر بن محسن آل جبران المري، ولكن مشهورة مرحبا بمشهورة مشهورة باللنقح وصلت الآن غيرت الآن انطلقت نحو الصدارة مشهورة بانتزاع هذا الشوط دائما وأبدا تنتزع هذا الشوط الثالث. هذه هي مشهورة تنطلق مع المركز الأول بن جهيم أول ندال الشايبة عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم المري. يلا يا بن جهيم مع انطلاقة الشايبة وغند ومشهور وبن دوحة واصل مع انطلاقة ونعم الشهواني مع همس بن جليميد مشهور الشايبة غند اللحظة الأخيرة، ولكن مشهورة باللنقح مشهورة وغند الوهيبي باللنقح بن جهيم اللحظة الأخيرة، ولكن الشايبة ولكن هنالك غند وانا هنا مشهورة صاحبة هذا الشوط في السباق المحلي الثالث اول مرحلة الرابع نعم تنطلق مع الصدارة الشايبة بن جهيم مشهورة اللحظة الأخيرة غند مشهورة الشايبة غند ولكن مشهورة يا باللنقح اللحظة الأخيرة، ولكن مشهورة أسعد الله مساك يا مالك مشهورة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهاني لمحمد بن سالم بن علي بن حمد بن لنقح المري على فوز مشهورة وتحقيق للإنجاز صاحبة هذا الشوط في السباق المحلي الثالث والرابع وهذا هو الخامس. نعم تسجل الهاتريك في هذا المساء، نعم الصفقة الثالثة في هذا المساء وفي هذا الموسم. نعم المركز الثاني كان الوصول من غند لمحمود بن محمد بن سالم الوهيبي.